فلسطيني، دي مسألة يجب أن نتوقف أمامها كثيرا. هذا الظلم آن له أن ينتهي. على كل حال، الرئيس السيسي ألقى كلمة هامة، قال فيها أن أخطر ما يواجهه العالم بخاصة الدول النامية اليومين دول أزمة الغذاء وتبعاتها. اتكلم الحقيقة على ضرورة إيجاد حلول سياسية سلمية للأزمات الدولية والإقليمية، وقال يجب احترام خصوصية الشعوب وحقها في الاختيار دون وصاية أو تدخلات خارجية، ورفض التسييس لقضايا حقوق الإنسان وتعزيز حوار الحضارات وتقارب الثقافات. دي أيضا رسالة من رئيس دولة تعاني من محاولات التدخل في شأننا الداخلي وتسييس عنوان حقوق الإنسان، بحيث يكون هذا العنوان خنجر في ظهر الشعوب وفي ظهر الدول ذات السياسة المستقلة. احنا عانينا كتير من بيانات كاذبة، من ادعاءات. كلام الرئيس السيسي اللي طرحه في عدة نقاط كان الحقيقة أيضا رسالة لكل من يعنيه الأمر. تعال نشوف جزء من كلمة السيد الرئيس. ولقد تأسس التعاون العربي الصيني على تعظيم المنفعة والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية وتعزيز التعاون جنوب جنوب وتقديم أولويات حفظ الأمن والسلم الدوليين وصيانة النظام الدولي المرتكز على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وإيجاد حلول سياسية سلمية للأزمات الدولية والإقليمية واحترام خصوصية الشعوب وحقها في الاختيار دون وصاية أو تدخلات خارجية ورفض التسييس لقضايا حقوق الإنسان وتعزيز حوار الحضارات وتقارب الثقافات والتعاون في مواجهة تحديات التغير المناخي وتفشي الأوبئة وانتشار أساحة الدمار الشامل ومكافحة خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة كلما وجدت وأينما كانت. على تلك الأسس يكتسب اجتماعنا اليوم رمزية وأهمية خاصة، لا سيما في هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد متغيرات دولية وأزمات عالمية متعاقبة تلقي بتحديات بالغة الخطورة. فأمام التحديات الجسام ترتفع أهمية استدعاء كافة قدرات التعاون الكامنة بين الأصدقاء والأشقاء، لا سيما إذا كانت قائمة على أسس صلبة للتفاهم والتنسيق كتلك القائمة بين العالم العربي والصين. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لعل من أخطر ما يواجهه العالم بخاصة الدول النامية اليوم وأزمة الغذاء وتبعاتها، وهو ما يدفعنا لتوثيق الشراكة العربية الصينية في مواجهة هذا التحدي عبر تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف لتطوير الاستجابة الدولية السريعة والفعالة لحاجات الدول النامية، والعمل في إطار التعاون جنوب جنوب لتطوير الزراعة والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديثة المستدامة. ولقد أثقلت هذه الأزمات كذلك كاهل دولنا وموازنتها الحكومية، وهو ما يتطلب دفع المجتمع الدولي لتخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة، مع العمل على تعزيز تعاون النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد وإعادة صياغة أطر حوكمة الاقتصاد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر عدالة وشفافية. طبعا كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أيضا رسالة لكل من يعنيه الأمر. كلامه عن ضرورات القضاء على الفقر في كل المؤتمرات الحقيقة بيركز السيد الرئيس على هذه المسألة. كلامه عن إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي، يعني رسالة لكل المؤسسات الدولية التي تتعمد إفقار الدول وتفرض شروطا غير مقبولة لا تتناسب مع حاجات الدول. يمكن أحيانا بنشوف ده في صندوق النقد الدولي، بنشوف ده في البنك الدولي، بنشوف ده في مؤسسات دولية وتمويلية عديدة. ولكن زي ما تكلم سيادة الرئيس، ضرورة الشراكة مع الصين ربما تساعد بالفعل على حل كثير من الأزمات والمشاكل التي تتعرض لها العديد من البلدان وخاصة بلدان العالم الثالث.